أبدأ معك ياسر، تبرز أهمية ولاية ميشيغان بهذا العدد الكبير من العرب الأمريكيين أو الجالية العربية الأمريكية التي تقطن هذه الولاية والذين قاطعوا الانتخابات التمهيدية لجو بايدن في القبل حينما كان مرشحا للرئاسة، وهناك تصريحات أن بعض من هذه الجاليات سوف يدعم دونالد ترامب أو مرشح ثالث. ما هي الأجواء لديك خاصة فيما يتعلق بالجالية العربية الأمريكية في ميشيغان؟ خالص التحية لك جيهان وللسادة المشاهدين. في ميشيغان اليوم يعني هناك أجواء ساخنة للغاية قبل ساعات قليلة وقبل أمطار قليلة من السباق الانتخابي الكبير. ميشيغان هي من الولايات المتأرجحة من الجدار الأزرق، هذه الولاية والتي بها 15 صوتا في المجمع الانتخابي تحظى باهتمام كبير ووعي سياسي أيضا كبير من العرب والمسلمين. هذه النسبة التي تصل إلى 490 ألف من المتواجدون هنا من العرب والمسلمون. الاستقطاب من الجانبين الديمقراطي وكذلك أيضا الجمهوري كبير. اليوم سوف أو أتى بالفعل نائب المرشح لنائب الرئيس دونالد ترامب في فيلمنت ودعا الناخبين بأن يقوموا بالتصويت للحزب الجمهوري، وقال بأننا سوف ننتصر وأنها هي فرصتنا الأخيرة في هذه الانتخابات، وكذلك أيضا قال لهم بأنهم لابد وأن يصوتوا للرخاء الأمريكي. كذلك أيضا سوف يمر الليلة الرئيس السابق دونالد ترامب وتحديدا في جراند رابيدز، وهذه أيضا المنطقة الكبيرة للغاية، وسوف يتحدث كما تحدث في السابق في ديربورن وتحدث مع العرب سواء من الجالية اللبنانية أو المصرية وكذلك أيضا باقي الجاليات العربية واليمنية. هناك تجمعات كبيرة، هناك وعي سياسي كبير. أيضا لا يفوتني جهان أن أتحدث عن استطلاع الرأي اليوم الذي جاء من جامعة إمرسون، هذه الجامعة الكبيرة والتي قالت بأن ترامب يتقدم في أريزونا وجورجيا، أما هاريس تتقدم في ميشيغان وكارولينا الشمالية، أما وصفت بنسلفانيا بأنها هناك طريق مسدود لكلا المرشحين. أيضا قالت بأن هناك تعادل في ويسكونسن ونيفادا. الأمور هنا الكل يستعد بعد أن انتهى بالأمس التصويت المبكر وعقدت بعض اللقاءات مع العرب والمسلمين الذين انقسموا انقساما كبيرا ما بين ترامب وتصديق له في وعوده الانتخابية وإنهاء الحرب في غزة وكذلك لبنان وأوكرانيا، كذلك أيضا انقسام وبعض الأصوات التي سوف تذهب إلى هاريس يعني اعتمادا على خطتها في مواجهة الفقر والاقتصاد. أما هناك يعني عامل ثالث أو جزء من هذه الأصوات سوف تذهب إلى جيلستاين، حيث أنني عندما سألت هؤلاء بأنها يعني ليس لها حظ كما يعلم الجميع في هذه الانتخابات الرئاسية، ولكنهم تحدثوا عن الضمير حيث أنهم لا يثقون في ترامب أو لا يثقون أيضا في هاريس أنها تستطيع أن توقف هذه الحرب، خاصة أنها جزء من هذه الإدارة الحالية. الكل ينتظر غدا، الاستعدادات على أشدها. أيضا هناك تخوف بشكل كبير من مسألة الاضطرابات التي سوف تحدث بعد الانتخابات. هنا تبدأ الانتخابات وفتح أبواب اللجان في تمام الساعة 7 بتوقيت الساحل الشرقي، وتنتهي في تمام الساعة 8 أيضا بتوقيت الساحل الشرقي، إلا أنه في بعض المناطق من ميشيغان سوف تغلق الأبواب في تمام الساعة 9.